وقت انطلاقتي رابع الأشواط والمخصص للجعدان المسافة 1500 متر. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق الشوط الرابع في مجموع أشواطه صباحي هذا اليوم المخصص للجعدان الفطامي المسافة 1500 متر. نبحر مع الصدارة، نسير مع مقدمتي هذا الشوط، من يحتل المركز الأول ومن يتصدر هذه المجموعة. أخواني المشاهدين، والحامل رقم 7 شاهين لسالم لعامر بن حمود البادمي يحتل المركز الأول. المركز الثاني شاهين لمحمد بن راشد بن سليمة الشبلي، والمركز الثالث والحامل رقم 2 وله الفاتن لظافر بن عبد الله المقباري. المركز الرابع ربدان لمكتوم بن كايد الجابري، والمركز الخامس ناصي لعبد الرحمن بن يوسف البلوشي. هذا ندانا الأول للخمسة المنطلقين والباحثين عن صدارة هذا الشوط. ما زال أخواني المشاهدين، ما زال شاهين من يحتل المركز الأول لعامر بن حمود البادي، من يحتل المركز الأول. المركز الثاني وله شاهين لمحمد بن راشد بن سليم الشبلي، والمركز الثالث وغير الفاتن لظافر بن عبد الله المقبالي واحتل المركز الثاني. المركز الثالث والحامل رقم 4 ناصي لعبد الرحمن بن يوسف البلوشي. المركز الرابع له ربدان لمكتوم بن كايد الجابري. خلك عند الصدارة، خلك عند المقدمة. المقدمة بين شاهين لعامر بن حمود بن عامر البادي، والفاتن لظافر بن عبد الله المقبالي. غير الفاتن واحتل المركز الأول. الفاتن من يحتل المركز الأول لظافر بن عبد الله المقبالي، من يحتل المركز الأول. المركز الثاني شاهين لعامر بن حمود البادي، والمركز الثالث عينك على المركز الثالث الحامل رقم 6 شاهين لسالم بن جعيز المري. تهانينا والناموس لثلاث المراكز الأولى. نعود بالتهنئة إلى مالك الفاتن ظافر بن عبد الله المقبالي. والتوقيت الزمني 2:07:56 جزء من الثانية.